بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ترجع أسباب الكلف إلى الحمل وأيضا حبوب منع الحمل التي تغير الهرمونات، كما تصاب البشرة الدهنية بالكلف أكثر من أنواع البشرة الأخرى لأنها تفرز الدهون وتتحول لبقع داكنة أثناء التعرض لأشعة الشمس. للوقاية يرجى عمل واقي شمس مناسب للبشرة عند التعرض لأشعة الشمس لأنها السبب الرئيسي في تعميق بقع الكلف. وكذلك أنصح بشرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة وتوازن البشرة. هناك عدة علاجات للكلف سبق ووضعتها بالقناة، ولكن هناك بعض المشتركات المغتربات لم تتوفر لديهم بعض الوصفات الموضوعة بقناتي، فلهذا يجب علي التنويع بالوصفات لألبي رغبة كل واحدة فيكم. هذه الوصفة تعتمد على قشور البيض. قشور البيض هنا في هذه الوصفة لها دور فعال بإزالة الكلف. فقشور البيض تحتوي على العديد من المعادن المهمة للبشرة، تحتوي على 90% من الكالسيوم النقي وحديد وفوسفور زنك ونحاس، ولهذا أهميتها بالغة في بعض الوصفات الجمالية وحتى للصحة. فوائده أنه يقضي على الكلف، يبيض البشرة، يعالج مشاكلها مثلا التهاب البشرة، ظهور البثور والحبوب عليها، كذلك يعمل على شد البشرة، ينعم البشرة، كذلك يصلح كمقشر طبيعي، يصلح لجميع أنواع البشرة، كذلك قلت يخلص من ترهلات الوجه لأن قشر البيض يعمل على شد البشرة ويجعلها تبدو أكثر شبابا. قشر البيض نأخذ كمية من قشر البيض يكون مغسول. طبعا البيض المغلى يجب تغليته دائما بالماء وقطرات من الخل، ونقوم بتجفيفه جيدا تحت أشعة الشمس، وبعدها نقوم بطحنه على شكل بودرة ناعمة جدا. البودرة يجب أن تكون ناعمة. بعد طحنه يجب غربلته جيدا، ونحتاج كذلك للترمس المر. الترمس المر هذا هو الترمس، يفضل أن يكون الترمس مر لأن الوصفة ناجحة 100% بالترمس المر، ويكون مطحون على شكل بودرة ناعمة. إذا لم يتوفر لديك الترمس المر يعوض بالحمص ويكون مطحون على شكل بودرة. وكذلك نحتاج لعصير الخيار. نأخذ حبة خيار واحدة، نقوم بضربها في الخلاط مع كوب من الماء بقشرها ولا نصفيها. هذه هي المكونات. ندخل في طريقة تحضير هذا الماسك. نأخذ ملعقة من الترمس المر، ملعقة شاي من الترمس المر مع 2 ملاعق شاي، يعني قشر البيض في هذه الوصفة يكون ضعف الترمس. 2 ملاعق شاي قلت يمكن تعويضه بالحمص إذا لم يتوفر الترمس المر. نمزج المكونات مع بعض بهذا الشكل ونضيف تدريجيا عصير الخيار. قلت عصير الخيار هنا يكون بقشره لا نصفيه، نضيفه تدريجيا بهذا الشكل ونمزج المكونات مع بعض.
حتى الحصول على هذه الخلطة الرائعة. دائما على بشرة نظيفة أفضل غسل البشرة بالغسول الذي سبق ووضعته بالقناة، والحمد لله نال إعجاب الكثير من المشتركات. تدهن البشرة من الرقبة حتى بشرة الوجه بهذا الخليط صباحا ويترك لمدة نصف ساعة، بعدها يغسل بماء دافئ ثم ماء بارد، وتكرر نفس العملية مساء قبل النوم، بمعناها أن هذا الماسك يعمل مرتين في اليوم. وبعدها قبل النوم نقوم بدهن البشرة بزيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز المر أو أي زيت مغذي لبشرتك. نكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم، وستظهر لك النتيجة واضحة بعد الاستعمال الثالث بفضل الله. يحتفظ بالخلطة بهذه الخلطة في الثلاجة صالحة لمدة 3 أيام فقط، بعدها ينبغي لك تجديد الخلطة وستلاحظين النتيجة بفضل الله. هذه الوصفة تصلح للاستخدام للحوامل المرضعات، كذلك البنات لمن يعانون من مشاكل في بشرتهم من عمر 12 سنة فما فوق، يمكنهم استخدامها. الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة خصوصا صاحبات البشرة الحساسة، هذه الوصفة ملائمة كثيرا لهم لأن بها عصير الخيار. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.